العاب ماريو القديمه عظيمه. ثلاث العاب مبنيين على نفس الفكره الاساسيه اللي هي بلاتفورمر، لكن الثلاثه مختلفين عن بعض تماما في كل حاجه. مع ذلك الثلاثيه بتاعت ماريو على الانياس تعتبر اهم ثلاثيه في صناعه الالعاب كلها. ماريو الاولى تسببت في دخول الصناعه لمرحله جديده تماما من تصميم الالعاب. ماريو الثانيه ما كانتش ماريو في الاصل، بس كانت تجريبيه جدا كلعبه لوحدها، وكمان قدمت افكار وشخصيات جديده لسه بيتم استخدامها في العاب ماريو حاليا. ماريو الثالثه اتقنت تصميم لعبه بلاتفورمر ثنائيه ابعاد بالوصفه الاولى بشكل مختلف وفريش تماما، ولا تزال لحد النهارده من اعظم العاب البلاتفورمر على الاطلاق. فانا النهارده جاي اكلمكم عن عظمه كل لعبه وحدها واللي تقدم منهم وهم على بعض كده، هل هم عمروا كويس مع الوقت ولا لا. بنبدا الاول بماريو الاولى سوبر ماريو براذرز. تعتبر اللعبه اللي اتباعت مع الجهاز بشكل اساسي مع لعبه داك هانت. اللعبه دي لو هنلخصها فهي بيزكس، اساسيات الالعاب بشكل عام وتحديدا العاب المغامره. بساطة اللعبة ديت وانها سهلة تتفهم، صعبة الاتقان خلتها بسرعة واحدة من اهم العاب الجهاز. قصة شبه معدومة لكنها موجودة، هنروح في مغامرة عشان ننقذ راميرا. جيم بلاي ابسط من البساطة بس تنفذ باحكام ودقة عشان تخلي اللعبة ممتعة، واللي بيساعد الجيم بلاي اكتر هو تصميم المراحل. تصميم المراحل في اللعبة دي بلا شك يعتبر واحد من الاعظم على الاطلاق. كل مرحلة معمولة بدقة ومختلفة عن الأخرى، وبتقدم حاجات مختلفة تساعد الجيم بلاي. الاتنين يعتبروا بيغطوا على بعض، بيغطوا على عيوبهم وبيساعدوا انهم يدوا تنوع حلو للعبة بسيطة. لعبة ماريو الأولى بسيطة بس ذكية، لعبة بيزك بكل صورها، بس مستغلة البساطة بتاعتها ومحولاها لميزة عشان تخلق لعبة حلوة مسلية للجميع. بساطتها حلوة وخلتها تعمر كويس مع الوقت. بس فعليا اللي ملعبش العاب قديمه عموما هيلاقي نفسه بيخلص اللعبه ديت في اكتر من ساعه او اكتر، بنفس الطريقه اللي اللعبه دي كانت مستهدفه في الثمانينات. لعبه ماريو التانية طبعا احنا عارفين قصتها وقعدنا نحرق عليها في فيديو تاني. هقول ان اللعبه دي تجريبيه جدا، فريم ياموتو بنفسهم كانوا شايفينها تنفع جدا انها تبقى لعبه ماريو وهما بيعملوها دوكي دوكي بانيك. يبقى احطها بكل سهوله انها لعبه تجريبيه. اللعبة دي غيرت الجيم بلاي بالكامل، وتصميم اللعبة كان برضو غريب. انا لسه لحد دلوقتي عندي مشكلة اني احاول اقفل اللعبة ديت بسبب تصميمها، مش جاي معايا خالص ولا هو ولا الجيم بلاي، وشايف الاتنين عموما تجميع عجيبة جدا مع بعض. فكرة الجيم بلاي بتاع امسك ويرمي تعتبر حاجة غير مريحة او ممتعة بالمرة في التنفيذ بالنسبة لعالم ماريو. بحس ان اللعبة بتحاول تعمل حاجة مختلفة جدا عشان تفرق نفسها عن اللعبة الاولى، لكن بطريقة فيها مطب في النص. دي مش لعبة ماريو أصلية، بس تصميمها كان نافع إنها تتحول لماريو. ولو بالفكرة دي فاللعبة دي فشلت إنها تحقق اللي لعبة ماريو الأولى حققته. معرفوش هم عايزين إيه من اللعبة. كل اللي عملوه في اللعبة ده تعتبر محسن عن الجزء الأول يكون في الجرافيك. الجرافيك كان أحسن جدا في اللعبة ديت، ودي تعتبر الميزة الوحيدة اللي حطوها وممكن تحمل اسم ماريو. على أي أفكار تانية بقى؟ فأنا شايف إن اللعبة دي غريبة جدا في سلسلة ألعاب ماريو الأساسية. اللعبة تجريبية وخلاص عشان يلحقوا نفسهم في السوق الأمريكي بدل ما يتحرقوا بسرعة على لعبة كانت ممكن تحرقهم أكتر وأسرع. ماريو التالتة رجعت للوصفة الأولى، والمرة دي مفيش أي هبد تجريبي زي اللعبتين اللي فاتوا، بل لعبة مليانة كم مغامرات كبيرة ومليانة حاجات كتيرة. يعني إيه؟ يعني دي لعبة عبارة عن مسرحية زي ما بنشوف في البداية، وكمان فيها حتة مرجحة. اللعبة دي مليانة كتير وبتزود على اللعبة الأولى وبتختلف تماما عن اللعبة الأولى. ببساطة يعني خدنا اللعبة الأولى رميناها في الزبالة وعملناها من الأول وجديد. الستايل الرسومي بتاع اللعبة مختلف، وحتى بالتحديث من اللعبتين اللي فاتوا الستايل هنا باين أكتر إنه حاجة سبيشال ومختلفة تماما عن اللعبتين اللي فاتوا. بقى في عندنا كات سينز او مقاطع رسميه جوه اللعبه، بقى في ماني بوس، بقى في خريطه، بقى في احداث مختلفه وعشوائيه بتحصل على الخريطه، بقى في قوى كتير جدا ومختلفه، بقى في معدات تساعد اللاعب او تزعجه للسفر ما بين المراحل، بقى في حاجات كتير في اللعبه. المحتوى كبير جدا بالنسبه للعبه انياس نزل في سنه 1989. المحتوى كبير جدا وعالي جدا وادى للاعب كل الاحتماليات الممكن حدوثها اثناء اللعب.
اللعبة دي كانت حرفيا تطور كبير جدا مقارنة بالجزء الاول في كل حاجة، لكن عيبها الكبير وقعها. كل مشكلة اللعبة دي انها ببساطة ما فيهاش حفظ، ما فيهاش بطارية حفظ، واللاعب لازم يلعب كل المراحل من الاول خالص لو عايز يكمل من تاني يوم، ودي حركة مزعجة جدا قصاد اللعبة، عشان اللعبة دي مش هتاخد نص ساعة ولا ساعة زي اللعبتين اللي فاتوا. طبيعة اللعبة دي تخلي اللاعب يرجع يلعبها مرة واثنين وثلاثة باحتماليات ومعدات واشكال مختلفة، والجيم بلاي بقى مفتوح اكتر على اللاعب، وده بيسمح لحاجات اكتر وتنوع اكتر في اللعب. اللاعب يقدر يخلص الليفل كله في اقل من دقيقة لو عارف بالظبط اللحظة اللي يقدر يطير فيها، او يقدر ياخد النفق الصعب باشكال تانية، واللعبة مليانة حاجات تقدمها للاعب وتعوضه اثناء اللعب. اللعبة تعتبر كبيرة جدا بالنسبة للجهاز اللي نزلت عليه، كمحتوى، كعالم، كجيم بلاي، كجرافيك وستايل واخراج رسومي. اللعبة دي فاقت كل التوقعات اللي ممكن جهاز صغير زي الـ NES يقدر يعملها. اللعبة دي تعتبر حفلة مركبة في هيئة مسرحية، معمولة في هيئة لعبة، مغامرة جديدة وعوالم اكتر، لكن اللاعب معاه اكتر عشان يستكشفهم. حتى عصر الشمس بالجزمة دي، اللعبة دي كانت مفتوحة اكتر على اللاعب بنفس الطريقة اللي لعبة زلدة كانت فيها مغامرة. حرفيا اللعبة دي تعتبر واحدة من اعظم 3 العاب نزلوا على الجهاز، ويمكن حتى اعظم لعبة نزلت على الجهاز. دي اللعبة اللي حرفيا بتمثل النينتندو انترتينمنت سيستم بافضل صورة ممكنة. هرجع معاكم تاني. اول لعبة كانت بسيطة، وبساطتها فادتها للناس عشان تفهمها وتستمتع بيها، سهلة تتفهم، صعبة الاتقان. فكرة وتنفيذ اتعملوا بامتياز وعمر كويس جدا مع الوقت. تاني لعبة كانت تجربة غريبة في رأيي الشخصي، فانا مش بحب اللعبة دي بالستايل بتاعها، بالجيم بلاي بتاعها. اللعبة غريبة ومش جاية معايا حتى ان انا اكملها او ارجع لها، بس هقول انها فكرة حلوة لمجرد التجربة فقط، ومن يعرف يمكن حد من حضراتكم يحب اللعبة ويستمتع بيها للاخر. تالت لعبة بقى هي صندوق الكنز بتاع الجهاز، احسن لعبة في الثلاثية. محتوى كبير وعالم كبير وجرافيك مختلف، وحتى قصة فيها حبة عمق بالنسبة للجهاز، والجيم بلاي عالي جدا واعلى من اللعبتين اللي فاتوا، بس لسه محتفظة بالبساطة بتاعتها. تخلي اللعبة دي مش بس تعمر مع الوقت، لا دي تخلي اللاعب يرجع للعبة ويشوف ايه الاحتمالات المختلفة اللي اللعبة بتقدمها مرة واثنين وثلاثة، اللي ممكن تغير في اللعبة وتدي تحدي مختلف في كل مرة. شكرا لمتابعة الفيديو، واسيبكم تكملوا بيت يومكم. Peace.